تفضل يا استاذ. ايه؟ اقرا الجواب. اقرا؟ اه اقرا. هو بالعربي؟ انا ثقافتي المانيه. المانيه؟ يس. جيف مي همبرجر. تعال يا عاطف اقرا لكوك الجواب يا عاطف. هي هم اتنين صح؟ برافو فيك. ايوه زمرتين، زمره ليا وزمره لامك. هو كده اصل احنا ما خدناهاش دي خالص. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ احنا عايزين بابا ما يسيبش البيت. ما يسيبه ازاي بقى يا فصام؟ هنعمل له ايه؟ لازم نمنعه يا اخي. اللي عايز يمنع يمنع يا جدعان. يلا شوف البيجامه الجديده اللي انا جايباها لبابا اهي. ما جبتهالوش حمرا ليه؟ لا الا كده والله ما اسكت ابدا على الكلام ده. معلش اخفى عليك وعلى سلامك. ريحي اعصابك. معلش كده؟ معلي ربنا كبير هو اللي بيخلص. هنعمل ايه؟ مش كده على بابا اهو. ابننا برضك. معلش يا لا معلش. طب مد ايدك في جيبك يا سلطان، طلع علينا مصروف البيت. بلاش كلمه مصروف دي خالص. طب فاتوره التليفون، الكهرباء، الهدوم اللي بتقلعوها وسخه تلبسوها نظيفه. قعدت كل واحد فيكم يا سلطان وهو مطمن ان له ظهر يتسند عليه كده ولا لا؟ اهو ده بقى الكلام اللي ما نفهمش فيه حاجه. لو سحر ما تموش ما كانش جري بين النيابه والبوليس وسابها تروح تشتغل في الكباريهات. انت يا حبيبي انت يا امير، لو بابا مش عارف انك على نياتك يا عاطف كان ساب لك التليفون مفتوح لحد سعاد حسني ما تضحك عليك وتتجوزك. اخرتها ايه؟ بتعملي له دعايه حضرتك؟ عايزاه يرشح نفسه في الانتخابات؟ انا مش عايزه اي حاجه. دخلت بابا عليا كل ليلة تسوى الدنيا باللي فيها. حسه في البيت مالي عليا كل دقيقة من عمري اللي راح واللي جاي. سحر. نعم. موافق على الاجتماع؟ موافق تمام. عظيم جدا عاطف. موافق إذا كان بابا هيرجع لماما. وأنا ابن الغزالة؟ أنا اللقيط اللي لقيتوني على باب بيتكم؟